أمام الخامسة بتوقيت الجزائر مشاهدين، أهلا بكم. كل الأخبار تأتيكم مباشرة من قناة الشروق الإخبارية، وسنتطرق فيها إلى خطة الطوارئ الأوروبية لمواجهة نقص إمدادات الغاز الروسي، حيث قررت دول الاتحاد الأوروبي خفض استهلاك الغاز ب 15%. نجد في تفاصيل هذا الموضوع أن خطة الطوارئ التي أقرها الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين لمواجهة نقص إمدادات الغاز الروسي دخلت حيز التنفيذ. هذه الخطة تقول أنه يتعين على دول الاتحاد خفض استهلاكها من الغاز طوعية وبنسبة 15%. بعض دول الاتحاد الأوروبي بدأت بإعادة تشغيل محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم والنفط، فيما قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن إعادة تشغيل 16 محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم والنفط ستكون بشكل مؤقت. نجد أيضا في خلفيات هذا الموضوع أن الغاز الروسي يشكل 40% من حاجيات القارة الأوروبية. في مناقشة هذا الموضوع معنا مباشرة عبر سكايب الأستاذ عامر الشبوكي الخبير في الطاقة، أهلا بك معنا أستاذ. يا أهلا وسهلا، أسعد الله أوقاتك سيدي. بداية، ما الذي يحدث في أوروبا؟ هل يمكن أن نقول أن أوروبا أضحت في قلب الأزمة الطاقوية التي كانت تخشاها وتتخوف منها منذ عدة أشهر؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك والمشاهدين وشكرا على الاستضافة. أوروبا في الأزمة، في قلب الأزمة منذ الحرب الروسية على أوكرانيا، منذ إعلان العقوبات، لكن تتوسع هذه الأزمة، تقترب مع الشتاء القادم. كانت متواجدة في الأشهر الماضية، مضت يعني الأشهر الماضية الماضي بسلام على القارة الأوروبية في الشتاء القادم. لذلك هذه الخطوات الاحترازية من القارة الأوروبية بخفض طوعي على استخدامات الغاز الطبيعي بنسبة 15% قبل أن تجبر في الأيام أو الأشهر القادمة على خفض إجباري لاستخدامات الغاز نتيجة عدم تواجده، نتيجة ربما انقطاع الغاز من الغاز الروسي بشكل كامل عن القارة الأوروبية، مع العلم بأن الشريان الرئيسي الذي يغذي أوروبا بالغاز وهو أنبوب نورد ستريم 1 يعمل الآن فقط بخمس طاقته. قد تنخفض هذه الكمية بشكل كامل أو تنقطع بشكل كامل ربما في الشتاء مع بداية نفاذ العقوبات الأوروبية على النفط الروسي. نعم نعم، وفي هذه الحالة أستاذ عامر شبوكي، هل يمكن أن نقول أن أوروبا وصلت إلى ذروة الأزمة الطاقوية أم لم يحن الوقت بعد؟ نعم، أنا عامر الشوبكي. نعم، أعتقد بأنه الأزمة الآن يعني هي تتحضر أوروبا للأسوأ. الأسوأ ربما يكون فصل الشتاء قارس البرودة، يستنفذ مزيد من الغاز للتدفئة، وبالتالي هي تستبق الأحداث لعدم الوقوع في شرك تخفيض كميات الغاز على الصناعة وعلى ربما المنازل في الفترة القادمة، مع مخزونات يعني قد تبدو ضعيفة في مثل هذه الأوقات. ربما الآن فقط المخزونات 67-68% في القارة الأوروبية، وفي ألمانيا أكبر مستهلك للغاز في أوروبا، وبالتالي لابد من هذه الخطوات تحسبا لفصل شتاء بارد قد تنخفض فيه المخزونات إلى أقل من 10% مع بداية يناير من العام القادم في منتصف فصل الشتاء. ولهذا التحضير يعني إجراءات النفسية في القارة الأوروبية، منها وقف الإضاءة مثلا للمعالم الرئيسية في القارة الأوروبية في ألمانيا على وجه الخصوص. هذه الأزمة أيضا تمتد حتى خارج الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا التي أيضا تعاني من نقص الطاقة. طبعا يرافق هذا أسعار مرتفعة للطاقة، أسعار كهرباء مرتفعة، يزيد من أعباء القارة الأوروبية وأعباء الأوروبيين الذين في الأيام والأشهر القادمة قد يعانون أيضا من الأسعار المرتفعة، وقد يتسبب بهذا في احتجاجات شعبية في القارة الأوروبية. نعم سيد شوبكي، سنتطرق إلى هذا النقاط، لكن قبل هذا كيف تتوقعون تطور الأمور في فصل الشتاء؟ هل ترون ربما أن هذا الانخفاض أو هذا الخفض، خفض استهلاك
الغاز ب 15%، هي خطوة ابتدائية ستليها إجراءات ستكون أكثر شدة وأكثر حدة؟ نعم نعم، أتوقع ذلك رغم تحفظ سلوفاكيا وهنغاريا على تخفيض 15% من الاستهلاك الطوعي، إلا أنه هذا سيكون إجباريا ربما في الفترة القادمة، وسيتضح هذا بشكل أكبر رغم تعقيد المسألة تنفيذ العقوبات الأوروبية على النفط في 5 ديسمبر القادم. هذه العقوبات ربما يعني تدفع اتجاه استخدام الغاز كبديل أو استخدام النفط كبديل للغاز، هذا سيرفع أيضا تكاليف النفط على القارة الأوروبية، أيضا مع استخدام محطات توليد الفحم، هذا أيضا يخالف التوجهات الأوروبية لخفض الانبعاثات الكربونية وبالتالي تحقيق الحياد الكربوني، هذا سيبعد فرصة تحديد الحياد أو تحقيق الحياد الكربوني في 2040 و2050. هذا أيضا بأعباء إضافية على الاقتصاد الأوروبي، ينخفض الناتج المحلي أو الناتج الإجمالي الأوروبي في الأشهر القادمة، ينخفض النشاط الصناعي في القارة الأوروبية، حتى سينخفض التنافسية للسلع الأوروبية لارتفاع كلف وفاتورة الطاقة لإنتاج هذه السلع وإنتاج بعض الصناعات، أيضا ربما تتوقف نتيجة تخفيض الاستهلاك هذا، الصناعات خاصة التي تستنفذ يعني كميات كبيرة من الغاز مثل صناعة الأسمدة، صناعة الصلب، وصناعة المعادن بشكل كامل، صهر المعادن. نعم، وهنا سيد شوبكي، إلى أي مدى يمكن للقارة الأوروبية وللاتحاد الأوروبي أن يتحمل هذه الأزمة الطاقوية، خاصة وأنها تؤثر سلبا على كل المؤشرات الاقتصادية؟ نعم، هو هذا يعني التحدي ما ينتظره الروس، إلى أي مدى ستستطيع القارة الأوروبية تحمل أولا كلف مرتفعة على الأسعار، ثانيا انخفاض في يعني مخزونات الغاز وكميات الغاز المستخدمة سواء للأغراض الاجتماعية أو الصناعية، فهذا ما ينتظره الروس، هذا ما ينتظره الأوروبيون، سيعتمد هذا على مقدار إصرار الأوروبيين على تحمل مثل هذه الأعباء، ويعني قناعة المواطنين في أوروبا على أن هذه العقوبات التي تفرض على روسيا يتضرر منها الروس أكثر من الأوروبيين، وهذا سيتضح في الأيام القادمة، مع أنه الواضح لغاية الآن هو تضرر الأوروبي نتيجة هذه العقوبات أمام أيضا ينتظر الروس من الناحية الأخرى، أو يراهن عليه الروس أيضا من ناحية أخرى، فبالتالي الأيام القادمة تحمل إجابة لهذا الموضوع، رغم أنه يعني الواضح لغاية الآن بأن الشتاء القادم سيكون أصعب على القارة الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية. إذن هنا سيد شوبكي، يمكن القول أي الطرفين تضرر أكثر في هذه الحرب الطاقوية إن صح التعبير؟ هل التضرر كان إيقاعه أشد على الاتحاد الأوروبي أم على الجانب الروسي؟ نعم، لغاية الآن المتضرر الأكبر هو الاتحاد الأوروبي، روسيا متضررة بشكل كبير، وقد يكون اقتصادها قد صعب يعني صعب إصلاحها على مدى طويل، على مدى سنوات طويلة، منها خروج الاستثمارات من الاقتصاد الروسي، خروج الشركات الأجنبية من الحظر على يعني الإنتاج الروسية من المعدن، وبالتالي هنالك الاقتصاد الروسي، لكن إيجاد النفط الروسي تغطي هذه القارة الأوروبية، معدلات تضخم مرتفعة، رقم مرتفعة، طاقة مرتفعة حتى على المواطنين وعلى الأسرة، وبأنه كل الجوانب كل الأطراف متضررة. نعم، والقارة الأوروبية متضررة بشكل كبير أيضا. نعم، سيد شوبكي، في حال ما استمرت هذه الأزمة، ما هي الخطوات المقبلة؟ هل للقارة الأوروبية أوراق أخرى تلعبها لكي تعوض نقص إمدادات الغاز الروسي، وهل للجانب الروسي أيضا أسواق أخرى يمكن أن يعوض بها انخفاض المبيعات أيضا؟ نعم ممتاز، هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل وتوضيح. الأوروبية هنالك
المدى القصير المتوسط والبعيد المدى. يوجد خيارات، خيارات ضيقة أمام أوروبا، ربما بعض الخيارات أمام ألمانيا بعد إنجاز بعض محطات استقبال الغاز المسال التي من المفترض أن تكون جاهزة نهاية العام الحالي، إلا أنه المعروض ضيق أمام القارة الأوروبية. هنالك على المدى المتوسط والطويل خطة لزيادة إنتاج الجزائر، قطر أيضا من الولايات المتحدة للغاز المسال، ربما هذا يعوض القارة الأوروبية، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة التي تسعى القارة الأوروبية إلى زيادة حصتها من خريطة الطاقة في أوروبا. هذا على مدى المتوسط والبعيد سيكون حل للقارة الأوروبية، لكن هذا قد يمتد إلى العام 2025 والعام 2027 حتى تكون القارة الأوروبية. الروسية تستطيع روسيا يعني بالفعل تمرير نفطها إلى الدول الآسيوية، خاصة الهند و الصين ودول أخرى اعتبرتها دول صديقة، لكن بالنسبة للغاز الأمر مختلف، يحتاج إلى بنية ثقيلة، بنية تحتية. كانت البنية التحتية في السابق موجهة إلى أوروبا، تحتاج إعادتها أو إعادة توجيهها إلى آسيا إلى سنوات طويلة، قد تمتد إلى 10 سنوات. نعم. رغم أن يعني سيل سيبيريا 1 وسيل سيبيريا 2 يمثل الصين، والمفترض أن ينتهي سيل سيبيريا 2 في العام 2027، قد يمد الصين ب يعني تقريبا 80 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، نصف الكمية التي كانت تذهب إلى أوروبا. إلى أنه أيضا عندما نقول كمية كاملة تذهب إلى الصين أو الهند، هذا له اعتبارات أخرى من حيث أمن الطاقة في الصين الذي قد يعارض يعني اعتبار أو يعني اعتماد مصدر واحد للغاز للصين. الصين تحاول تنويع مصادرها، وبالتالي هذا قد يكون صعبا أمام روسيا على المدى المتوسط والبعيد لتوجيه كل هذا الغاز إلى أماكن أخرى، الذي يحتاج إلى بنية تحتية من الأنابيب، ويعني إذا افترضنا الغاز المسال أيضا يحتاج إلى بنية كبيرة من محطات تسييل الغاز التي لا تتوفر الآن في روسيا، ولا يوجد خطط لإنشائها في روسيا مع وجود عقوبات على التكنولوجيا المصدرة إلى روسيا. نعم في هذه الحالة سيد الشوبكي، كيف ستنعكس هذه الوضعية على أسعار النفط وعلى أسعار الغاز، خاصة وأن أوروبا التي تعرف شحا لا تملك سوى الخيارين التي تفضلت بذكرهما، الجزائر وقطر. نعم. ويبدو أن هذا البلدين سيكونان في موضع قوة عند المفاوضات، هل هذا سيرفع من أسعار الغاز الجزائري والقطري؟ نعم بالطبع، الآن الجزائر وقطر يعني تتنامى حظوظهما الدولية سواء يعني اقتصاديا أو سياسيا، حتى لامتلاكهما سلعة العصر الحالي هي الغاز الطبيعي، السلعة المفقودة في أوروبا. النفط متوفر، النفط اليوم انخفض مع زيادة مخزونات الولايات المتحدة، مع توقعات الركود العالمي وانخفاض الطلب المتوقع في الشهر الحالي والشهر القادم، لكن ربما تنعكس الصورة بالنسبة لأسعار النفط في بداية الشتاء والربع الثالث من العام الحالي، مع بداية نفاذ العقوبات الأوروبية على النفط الروسي، ومع أيضا بداية فصل الشتاء واستعمال النفط كبديل عن الغاز. الغاز عصر الغاز الرخيص ربما قد يكون قد انتهى، الآن أسعار الغاز مرتفعة، وصلت أسعاره حسب المقياس الهولندي إلى حوالي 192 يورو لكل ميجاوات ساعة، وهي أسعار مرتفعة تقريبا 7 أو 8 أضعاف الأسعار التي كانت متوفرة في مثل هذا الوقت من العام الماضي. أيضا أسعار الغاز متوقع أن تبقى مرتفعة لنفس الأسباب التي ذكرناها في المحور السابق، وهو عدم قدرة روسيا على توجيه كامل غازها إلى منطقة أخرى بعيدا عن أوروبا. الخيار الاستراتيجي الذي اتخذته أوروبا في الابتعاد عن الغاز الروسي، هذا يجعل المعروض من الغاز الطبيعي في العالم طبعا أقل من الطلب، وبالتالي أيضا اعتماد الغاز والطاقة النووية ضمن الطاقة النظيفة للقارة الأوروبية، وسيعتمد هذا أيضا بالنسبة لبلدان أخرى عوضا عن الفحم الذي طبعا يبتعد عنه أكثر الوقود الأحفوري تلوثا للبيئة، تلويثا للبيئة هو الفحم، وبالتالي سيكون الغاز خيار مناسب وحلقة وصل ونقطة ارتكازية لانتقال العالم إلى الطاقة النظيفة. هذا سيمتد
ربما إلى أكثر من العام 2050 و2070 وربما يمتد حتى نهاية القرن الحالي. نعم. نعم سيد شوبكي، إلى متى يمكن لخطة الطوارئ الأوروبية هذه الطاقوية أن تصمد؟ نعم يعني الآن كما قلت لك هي خطوات احترازية أوروبية ضرورية، سنرى المزيد منها في الأيام القادمة مع قرب فصل الشتاء، وبالتالي أعتقد بأنها ستصمد، إلا أنها قد تواجه عقبات كبيرة إذا ما كان الشتاء قارس البرودة. هذا الشتاء، هذا التحدي الآن، هي أوروبا تحت رحمة يعني العوامل المناخية في فصل الشتاء القادم، ويعني الغاز الروسي الذي أيضا ربما ينقطع بشكل كامل عن القارة الأوروبية إذا ما قررت روسيا ذلك ردا على عقوبات النفط الأوروبية. نعم سيد عامر الشوبكي الخبير في الطاقة، شكرا لك جزيل الشكر على قبولك الدعوة، وشكرا لك أيضا على هذه التوضيحات. مشاهدينا، هذه الفترة الإخبارية لازالت متواصلة، من هنا سنذهب إلى موضوع آخر سنتحدث فيه